فيلمنا بيبدأ مع سي يون وهي بتنتقل لبيت أهلها المهجور عشان تعيش فيه، وبتقابل سونجو هو صديق العيلة وصاحب مزرعة الفراولة القريبة منها، وبيساعدها أنها توصل بيتها وبتطلب منه أنها ترن على موبايلها لأنها مش لقياه، وبتخمن أنها نسيته في القطر اللي كانت جاية فيه، وبتدخل بيتها وبتدور على أي تليفون أرضي في أوضة المخزن عشان تتصل منه على موبايلها، وبيرد عليها واحد وبتقوله أن ده موبايلها ونسيته في القطر ومحتاجة ضروري، لكنه بيقولها أنه عايز فلوس مقابل أنه يرجع لها موبايلها وأنه هيتصل بيها كمان شوية على نفس الرقم عشان يتفقوا، وبيقفل الموبايل بعدها وشوية وتليفون البيت بيرن وبتفتكره حرامي الموبايل، وبترد عليها وبتسمع صوت واحدة بتقول أن أمها مجنونة وأنها محبوسة في البيت، وبتقولها سيون ان الرقم غلط وبتقفل السكه في وشها، وبتروح سيون المستشفى عشان تطمن على امها اللي عندها ورم في المخ واللي بتطلب منها انها لو ماتت تدفن جنب قبر ابوها، لكن سيون بتقولها ان ملهاش اي حق انها تدفن جنبه لانها سبب موته، وبتطلع سيون على قبر ابوها اللي توفى في 27 نوفمبر 1999 وبترجع بيتها وبترجع على التليفون وهو بيرن، وبتلاقي نفس البنت اللي بتقولها ان امها بتحاول تقتلها ولازم تيجي تنقذها وبتديها العنوان، وبتكتشف ان العنوان اللي البنت في التليفون قالته لها هو نفس عنوان بيتها اللي هي عايشه فيه دلوقتي وبتتكلم منه، فبتقفل السكه في وشها تاني وبتنام على الكنبه ويبان ان عندها حرق في رجليها، وبتتفزع على صوت في الدور التاني وبتلاقي ان برواز على الحيطه وقع، وبتحاول انها تعلقه لكنها بتكتشف ان الحيطه مجوفه وفي وراها فراغ، وبتكسر باقي الحيطه وبتلاقي قدامها سلم بيوصل لبدروم شبه السجن، وبتلاقي قدامها كرسي وفي كرتونه على جنب مليانه خرده وفيها مذكرات بنت من شهر اغسطس 1999، وبتلاقي صوره للبنت صاحبه المذكرات دي، فبتروح لسونج هو بتساله لو كان يعرف البنت اللي في الصوره، وبيقول لها انها كانت عايشه في البيت بتاعهم زمان وان امها كانت ساحره شمانيه ومش فاكر معلومات تاني لان الموضوع ده كان من زمان، وبترجع سيون بيتها وبتلاقي ان تليفونها رن تاني وبتسمع صوت البنت دي وهي بتصرخ وبتقول ان امها بتحاول تولع فيها، وبنشوف ان البنت بتجري على سلم البدروم وهي خايفه من النار اللي بتقع على السلم، وبيتحرق السلم بتاع البدروم اللي عند سيون، وبتفضل سيون جنب الموبايل لحد ما بيرن وبترد على البنت وبتقول لها انها ساكنه في نفس العنوان اللي هي قالت لها عليها ومش فاهمه ازاي، وانها شافت صورتها وعرفت ان اسمها يانج سوك لكن التاريخ اللي على الصوره في يوم 26 نوفمبر 1999، ولكن يانج سوك بتقول لها ان التاريخ اصلا عندها لسه 18 نوفمبر 1999 وانها مش مصدقه كلامها، وبتبدا سيون تقرا لها من المذكرات بتاعتها عشان تثبت لها انها عايشه في بيتها، لكن بتفتح سيون موقع للاخبار وبتحدد يوم 18 نوفمبر وبتشوف الحوادث اللي فيه، وبتقول لها سيون ان في حادثه طياره هتتدمر قريب من المطار، وبتقفل يانج سوك السكه، وبيبان بيت يانج سوك انه شبه السجن وحديد على الشبابيك وقفال على الابواب، وبتكون قاعده على ترابيزه الاكل، وبتشوف في الاخبار خبر تحطيم الطياره اللي قالت لها عليها سيون في التليفون، وبتتصل بيها تاني وبتقول لها يانج سوك انها مصدقاها، وبيبداوا يتعرفوا على بعض، وبتقول لها ان عندها 28 سنه زيها ومحبوسه في بيتها وان اللي معاها مش امها الحقيقيه لان امها الحقيقيه ماتت، وبتبدا سيون تقول لها ان والدها كمان متوفي بسبب حريق حصل في بيتهم واللي كان السبب فيه امها اللي نسيت انها تقفل البوتاجاز، وبتسالها سيون على التاريخ عندها، لكن يانج سوك بتسمع صوت امها جايه لها وبتضطر تقفل السكه مع سيون، وفي يوم 21 نوفمبر 1999 بتكون أم يانج سوك عرض البيت للبيع، وبتيجي سيون وهي صغيرة مع أبوها وأمها عشان يشوفوا البيت لأنهم عايزين ينقلوا البيت أكبر، وبتقدر يانج سوك إنها تتعرف على سيون وبتتصل بيها في الحاضر وبتخليها تسمع صوت والدها وصوتها هي نفسها وهي صغيرة، وبتعرض عليها إنها ممكن تساعدها في إنقاذ والدها وإنه ما يموتش في الوقت الحاضر، وبتقدر يانج سوك إنها تهرب من بيتها وبتروح بيت سيون وبتاخد المفتاح من تحت الزهرية زي ما سيون قالت لها إن مامتها بتسيبه هناك، وبتقدر إنها تمنع الحريق من إنه يحصل، وفي الوقت الحاضر عند سيون بتلاقي إن موبايلها بيرن وهو في جيبها مع انه المفروض مسروق، والحرق اللي في رجلها بيختفي والبيت بيتغير من حواليها، وبتلاقي ان البيت شكله احلى واجدد، وبتطلع بره البيت وبتلاقي بيت زرع جنب البيت، وبتدخله بتلاقي والدتها اللي المفروض تكون في المستشفى بسبب ورم في دماغها واقفه قدامها، وبيجي والدها يكلمها وبتنبهر سيون ان والدها واقف قدامها، وبتفضل بصله وهي بتعيط وبتحضنه، وبترجع تتكلم مع يانج سوك وبتقول لها ان والدها لسه عايش وقدرت تشوفه وتحضنه، وبتطمن عليها لو حصل لها حاجه بسبب هروبها من البيت، وبيبان الحرق اللي على كتفها كعقاب ليها عن خروجها، وبتحاول سيون انها تبسط يانج سوك وبتسمعها حفله لسه ما اتذاعتش لمطربها المفضل من على اليوتيوب، وبيتصاحبوا على بعض وبيبداوا يتكلموا سوا، لكن مع الوقت بتبدا سيون انها تنشغل مع اهلها عن يانج سوك وبتقل مده الكلام بينهم، اللي بتبتدي تحس بغيره على صاحبتها وبتحقد عليها، وبعد ما بتقدر سيون انها ترد عليها بتبدا انها تسمع اصوات غريبه وصريخ، وبتلاقي ان امها هي اللي ردت وبتطلب منها ما تتصلش هنا تاني ويقول لها هتتاذي، وبتعمل ام يانج سوك جلسات طرد ارواح عليها وبتفضل تضرب فيها وتعذبها، وبتحاول سيون انها توصل لاي معلومات عن يانج سوك في وقتها الحاضر سنه 2019 لكنها ما بتلاقيش ليها اي اثر على النت او شبكات التواصل حتى، وبتجرب انها تكتب عنوان بيتها اللي هو نفس عنوان يانج سوك
وبتلاقي خبر عن ساحرة بتقتل بنت جوزها خلال ممارسات طرد الأرواح منها كنوع من العلاج النفسي ليها. وبتفضل سيون مستنية جنب التليفون لحد ما بيرن، وبترد على عين جسوك وبتقولها أنها هتموت في نفس الليلة اللي هي فيها وفي نفس البيت، وأمها هي اللي هتقتلها، وبتحذرها. وفعلا بتجيب أم يان جسوك الخنجر وبتطلع بيه على أوضتها عشان تطعنها وهي نايمة، وبتفضل تضرب فيها وهي نايمة في السرير، لكن بتلاقي إنها بتضرب في مخدة. وبتطلع يان جسوك من ورا الباب وبتسألها عن سبب محاولتها لقتلها، وبتقولها سوك إنها شافت مستقبلها كله قتل وموت وإنها لازم تخلص العالم منها، لكن يانج سوك بتهجم عليها وبتقدر تاخد الخنجر بتاعها وبتقتلها بيه. وبتكون سيون قاعدة جنب التليفون مستنية إنها تطمن على يانج سوك لحد ما بتتصل بيها وتقول لها إن كان في سوء تفاهم بينهم لكنه اتحل للأبد خلاص. وبتبدأ يانج سوك إنها تخرج براحتها زي ما بتحب بعد الحبسة اللي كانت محبوساها، وبتاكل براحتها بعد بواقي الأكل بتاعة أمها اللي كانت بتديها لها، وبتجيب لبس زي ما بتحب. وبيكون سونج هو تاجر الفراولة جايب فراولة ليانج سوك في بيتها في 1999، وبتدخله بيتها عشان تفرجوا على لبس الجديد اللي هي جابته، وفي نفس الوقت بيبقى موجود مع أهل سيون في الوقت الحاضر اللي هو 2019 لأنه صديق العيلة وجاي يتغدى معاهم. وبيروح سونج هو الصغير اللي مع يانج سوك عشان يفتح التلاجة ويحط الفراولة فيها، لكنه بيلاقي أكياس كتير قدامه، وبيقع كيس منه وبيجي يمسكه بيلاقي ان في بقايا انسانه، فبيترعب وبيفكر انه يروح ناحيه التليفون عشان يبلغ عنها، وبيتصل باخر رقم موجود من خوفه، وبيكون تليفون سيون في 2019. وبتفضل سيون سمع صوت واحد بيستغيث، وفجاه الخط بيقطع، وبتاخد سيون بالها ان بقعه الفراوله اللي سونج هو وقع على اللبس بتاعها اختفت. وبتنزل لاهلها ولسونج هو على الغدا لكنها مش بتلاقيه ومش قاعد معاهم على الترابيزه، وبتسال ابوها هو سونج هو فين، وبيقولها مين سونج هو، انا ما اعرفش حد بالاسم ده. وبتفتح التلاجة ما بتلاقيش الفراولة هي لسه حطاها، وبتجري على مزرعة الفراولة بتلاقي مكان مهجور، وبتروح على اسم الشرطة وبتسألهم لو حد يعرف سونج هو صاحب مزرعة الفراولة. وبتلاقي ضابط كبير في السن بيسألها عن سبب تدويرها على واحد مات من 20 سنة، وبيفتح ملفات سنة 1999 وبيقول لها ان سونج هو اللي قتلته تبقى واحدة اسمها يانج سوك، وقطعته زي ما قتلت امها وقطعتها هي كمان وخزنتهم في بيتها في التلاجة. وبيبدأ البوليس في 1999 انه يدور على سونج هو وبيسأله عليه في كل البيوت اللي حوالين المزرعة بتاعته، واولهم بيكون بيت يانج سوك، وبيكون الشرطي بايك هو المسؤول عن التحقيق. وبيسألها لو كانت شافت سونج هو، لكنها بتنكر انها قابلته قبل كده وانها تبقى تسأل امها اما ترجع من المدينة، وبيسيبها بايك وبيمشي. وبترجع تتصل بسيون اللي عرفت خلاص انها بتكلم واحدة قتلة مجنونة، وبتقول لها انها ازاي تقتل واحد ملوش ذنب وتقتل مامتها كمان، وانها هيتقبض عليها وتتسجن مدى الحياة. وبتسألها يانج سوك ايه الدليل اللي هم لقوه كان سبب في ادانتها، لكن سيون بترفض انها تساعدها وبتقفل السكة في وشها وبتفصل التليفون من الكهرباء. وبتتجنن يانج سوك وبتفضل تحاول انها تتصل بسيون لكنها ما بتقدرش توصل لها، وبتلاقي ان الباب بيخبط عليها وبتفتكره البوليس جاي يقبض عليها، لكن بتفتح وبتلاقي قدامها سيون وهي صغيرة ومعاها ابوها عشان كانوا ناويين يشتروا البيت، وبتعرض عليهم انهم يدخلوا يقعدوا في البيت لحد ما امها تيجي. وبتيجي يانج سوك جنب ابو سيون ومعاها طفايه الحريق وبتشغلها في وشه وبتموته قدام بنته، وبالتالي بيختفي ابو سيون وهو مع سيون في 2019 اثناء ما كان بيعلمها السواقه، وبتلاقي انه تلاشى من قدامها مع العربيه اللي كانوا راكبينها سوا، لان بما ان ابوها مات يبقى ما اشتراش عربيه، يبقى هو والعربيه هيختفوا. وبيتغير حاضر سيون لانها ترجع تعيش من غير ابوها تاني لانه اتقتل بطفايه الحريق في 1999 قدام سيون وهي صغيره، وبتقول لها يانج سوك ان الذنب ذنبها لانها ما ردتش عليها. وبنروح ل 2019 وبتكون يانج سوك حياتها رجعت متدمره تاني، وبتلاقي ان بيتها بقى مهجور اكتر من الاول ومحفور على الارض انها ترد على التليفون، وبيرن التليفون وبتدور عليه وبتكلم يانج سوك وبتقول لها انها هتنتقم منها بسبب قتلها لابوها وانها مش هتسيبها، لكن يانج سوك بتقول له انها هي المتحكمه في مستقبلها بس، وانها تدي لها ساعة واحدة عشان تلاقي دليل إدانة اللي كان السبب في القبض عليها، وإلا هتعذبها وهي صغيرة وبالتالي هتتعذب وهي كبيرة. وبتقفل السكة وبتسيب سيون تدور على دليل الإدانة، وبتدور على كل الحوادث اللي حصلت يوم 12 ديسمبر 1999، وبتلاقي خبر انفجار مخزن بكل التفاصيل عنه لحد توقيت انفجاره، وبعدها بتعرف من الأخبار إن دليل الإدانة هو السكينة اللي يانج سوك رمتها في الزبالة ولقاها واحد من بتوع الخردة وسلمها للمركز، وبالتالي هيتقبض عليها. وبتستنى تليفون يانج سوك ليها وبتقولها إن السكينة هي السبب، وإن السكينة موجودة في المخزن اللي هينفجر الساعة 5، وبتكون دي خطة سيون إنها تتخلص من يانج سوك، إنها تبعتها مكان غلط ما فيهوش السكينة ولكن في أنبوبة هتنفجر الساعة 5، لكن يانج سوك بتتمشى حوالين المخزن وبينفجر وبينطرها بعيد عن الانفجار وما بتموتش. وبتكلم سيون وبتقولها انها هتدفعها تمن كدبها، وبترمي على جسم سيون الطفلة مية مغلية. وبتتعذب سيون في 1999 وفي 2019 بسبب الحروق اللي بتبان في جسمها، وبتقولها يانج سوك انها مش هتكتفي بكده وبس، انما دي مستنية والدتها تجيلها هي كمان. وبمناسبة والدتها فكانت تحب تقولها ان لما ابوها مات محروق ما كانش امها هي اللي سابت البوتاجاز مفتوح،
وانها افتكرت تقفله قبل ما تطلع من البيت، لكن لما طلعت من البيت سيون هي اللي راحت وولعت البوتاجاز تاني كنوع من اللعب. ولان عندها الكذب المرضي قالت للشرطة ان امها هي السبب ورمت الذنب كله عليها عشان تقدر تقنع نفسها انها بريئة وما عملتش حاجة. وبتجري سيون على مركز الشرطة وبتقتحمه وبتاخد دفتر المحقق بايك 1999 وبتقول لها مكان الخنجر بالتفصيل عشان تنقذ نفسها وهي صغيرة. وبتقدر يانج سوك انها توصل للخنجر وبتخليه معاها، وبكده ما بيتقبضش عليها في الحاضر. وبتختفي التحقيقات الخاصة بالخنجر من الدفتر اللي سيون سرقته من الشرطة، وبيتكتب تحقيق جديد خاص ب 1999 واللي اتكتب مكانه ان والدتها راحت تبلغ عن اختفاء جوزها ومفيش اي اثر ليهم، وان اخر مكان كانت عارفة ان جوزها هيروحه هو البيت اللي كان هيشتريه. وبتلاقي سيون ان البيت بدأ يتغير من حواليها، وبتلاقي نفسها في مكان مليان تلاجات. وبتطلع من البيت مرعوبة، وبيكون في حد في البيت ده بيكلم في التليفون وبينبه الشخص اللي بيكلمه انه ممكن يتقتل، لكن بيكون سيون معاه دفتر الملاحظات الخاص بالشورت بايك واللي بيكون كاتب فيه كل حاجة حصلت في اليوم بالتفصيل. وبتقرا في الدفتر انه استخدم تليفون البيت، وبترجع سيون البيت تاني على امل انها تقدر تكلمه في التليفون وتحذره. وبيبان ان يانج سوك هي اللي عايشة في البيت وبتكون عندها 48 سنة، وبيكون في 1999 وصل الشورت بايك بيت يانج سوك ومعاه ام سيون عشان يحققوا في اختفاء سيون وابوها. وبتلاقي الام التوكة بتاعت بنتها واقعة على الارض وبتتأكد ان بنتها في البيت ده، وبيفتشوا البيت وبتسيبهم يانج سوك يعملوا اللي هم عايزينه. وفي نفس الوقت بتكون سيون في عام 2019 في البيت وبتدور على التليفون وبتلاقيه في البدروم. وفعلا بتحاول الام انها تتصل بتليفون جوزها، لكن التليفون اللي مع سيون في الوقت الحاضر هو اللي بيرن. وبترد عليها سيون وبتقول لامها انها تهرب من البيت حالا وان يانج سوك هتقتلها، لكن فجأة بتضرب سيون على راسها والخط بيتقطع. وبتكون يانج سوك قدرت انها تقتل بايك قدام الام، وبتلاقي سيون اللي في الوقت الحاضر ان يانج سوك عايشة وهي اللي ضربتها وخدت التليفون منها، لكنه بيرن قدامهم تاني وبيتخانقوا سوا عشان تحاول سيون انها ترد على المتصل على امل انها تكون امها. وبتقدر سيون انها تاخد الموبايل من يانج سوك وبتحاول تهرب منها زي ما الام بتحاول في نفس الوقت انها تهرب من يانج سوك، ولكن في الماضي. وبتستخبى سيون وما في نفس الاوضه لكن في زمانين مختلفين واللي هم 2019 و 1999. وبتكون الام في الماضي معاها التليفون هي كمان، وبتتصل باي رقم وبيرن التليفون اللي مع سيون في الحاضر. وبتحاول سيون انها تخليها تجمع تركيزها وتدور على اي سلاح حواليها، وبتمسك طفايه الحريق، لكن ام سيون بتسمع صوت بنتها وهي بتعيط وبتسيب الطفايه من ايدها وبتجري على بنتها. وبتيجي يانج سوك اللي في 1999 تحاول تضرب ام سيون بالسكينه، لكن الام بتقاومها وبيتخانقوا سوا، وبتبتدي اثار الدم تبان على حيط الاوضه اللي فيها سيون وهي في 2019، لحد ما بتطلع يانج سوك لوحدها من الاوضه وهي متغطيه بدم ام سيون. وبتروح ناحيه سيون الطفل عشان تقتلها، وفجاه بتطلع الام من الاوضه وبتاخد يانج سوك وبيترموا هما الاثنين من فوق السلم وبينزلوا مش بيتحركوا. وبتختفي يانج سوك اللي في سنه 2019 واللي عندها 48 سنه من قدام سيون قبل ما تقتلها، لان لو يانج سوك ماتت في الماضي فبالتالي هتموت في المستقبل. وبتلاقي سيون اللي في سنه 2019 انها بقت في بيت مهجور، وبتجري على المستشفى على امل انها تلاقي امها لسه عايشه وما بتلاقيهاش في السرير بتاعها. وبتروح المقابر وبتفضل تعيط قدام قبر ابوها واللي اتغير تاريخ وفاته بس، وبتكون فاكرة ان امها هي كمان ماتت، لكنها بتتفاجئ ان امها بتنادلها وبيكون جسمها كله مليان ندبات من اللي حصل لها في 1999 اما كانت مع يانج سوك في البيت. وبتاخدها من ايدها وبيرجعوا البيت سوا، لكن بيبان للاسف ان يانج سوك ما ماتتش، وانها اما كانت بتكلم حد في التليفون وبتقول انها ممكن تتقتل كانت يانج سوك نفسها في 2019 قدرت تتواصل مع نفسها في 1999، وده اللي خلاها تاخد بالها وتحضر نفسها باي شكل، وانها ما وقعت من على السلالم ما ماتتش لكنها هربت واختفت، وانها بعد كده قدرت انها تنتقم من سيون عن طريق انها قتلت والدتها في يوم مش معروف، وقدرت انها تحبسها في قبو بيتها عشان تعذبها زي ما تحب. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.